هذا السائل يقول: أب فقد ابنه في حادث سير وتوفي، وتأثر هذا الأب والوالدة، هل من كلمة في الصبر وهذا الابتلاء؟ لأن الأب إذا مر بملابس ابنه أو شيء يتعلق بولده ويبكي. مجرد البكاء لا يضر، وهذا شيء لا يملكه الإنسان، وهذا من الرحمة. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم البكاء، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، إنما يعذب بهذا يعني اللسان أو يرحم. مجرد البكاء على الميت لا يضر. وأما الذي يحرم فهو النياحة والتسخط على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم ومن الكبائر. فرق بين النياحة وبين البكاء.